الاختلاف يكاد يكون الحديث عن الاختلاف حديث ربما يكاد يكون من أهم الأمور المرتبطة بالتعايش في الحياة. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. في التفاسير ورد أن الاختلاف في الألسن والألوان هو في قضية فكرية، اللسان مو الاختلاف اللغوي، هذا الاختلاف في اللسان في اللغة النابع عن الاختلاف في الفكر والعقل. الألوان حتى الألوان، يعني شنو اختلاف الألوان؟ يعني ألوان الفكر أيضا. هذه من آيات الله تبارك وتعالى. أصل الاختلاف شيء يعتبر شيء حيوي عند الإنسان، وهذا من أهم عوامل التقدم. يعتبروه الاختلاف الفكري الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه أهم عملية لنماء الإنسان. ليش الإنسان ينمو؟ ليش هذا التقدم يصير؟ أهم عوامل التقدم هو وجود اختلافات في الفكر. هذا من أساسيات فكر الإنسان. هاي قضية تكوينية. بس مسألة أكو أنه هذه القضية التكوينية لازم تقنن، مثل كل شيء، جميع الصفات الحيوية في الإنسان تحتاج إلى تقنين، وإلا تتحول الفضيلة إلى رذيلة. مثلا الشجاعة، مثلا الغضب، هذه عناوين الله تبارك وتعالى أودعها في الإنسان لمصالح كبرى. الإنسان اللي ما يغضب ما يقدر يحمي نفسه، ولكن هذا الغضب اللي هو من الفضائل لا شك يحتاج إلى تقنين. أهم شيء في التقنين، في باب التقنين، مو القواعد الكثيرة المعقدة، أهم شيء في التقنين مسألة التوازن في الفكر. هذا الشيء الذي يصلح هذه الطاقة وهذه القوة المودعة في الإنسان، قوة الاختلاف، يخليها أتحوم حول مفهوم الفضائل. لاحظوا فد مسألة أكو جدا مهمة حتى لا نحكي كثير بالحاشية. موسى عليه السلام وهارون عليه السلام نبيان، وهما من رحم واحد، من أم واحدة، يختلفون اختلاف إلى درجة أن يؤدي إلى عملية. هذا الاختلاف يوصل إلى درجة أن موسى يأخذ بلحية أخيه وبشعره، شعر رأسه، أمام الناس، وهما نبيان. المسألة باعتبار أنهما نبيان مهم، وهما اختلاف الفكري الموجود بين أخوين من صلب واحد ومن رحم واحد، هذا الاختلاف ما يكون اختلاف كبير. كيف أن الاختلاف أدى بنبي أن يصنع بنبي آخر؟ الآية مضمونها دقيق، ووهبنا له من رحمتنا أخاه ظاهرا، هذه الآية هالشكل، أخاه هارون نبي. وموسى من أولي العزم، والحركة صدرت من أولي العزم، مو صدرت من أخيه الحركة. هذه الحركة تكشف أنه ماذا؟ هذه الحالة وجودها في الإنسان ما في إشكال. المشكلة الله في القرآن يقول ولا تنازعوا. النزاع غير الاختلاف، النزاع مأخوذ من مادة النزع، يعني أنت لا تنتزع من الآخر شيء،
أما أنه إذا الاختلاف كان، حتى لو كان الاختلاف وصل في بعض الأحيان، بالنتيجة إحنا بشر، إحنا بشر، وصل إلى بعض الأحيان إلى ما وصل إليه موسى وهارون، هم ما في إشكال. هذه مع أنهما أخوين، فكيف إذا كان الإنسان مع أخيه، مو مع أخيه، مع صديقه مثلا، مع شريكه، مع واحد آخر زميله. المسألة الأساسية أن هذه الحالة اللي أظن أن الأغلب يرونها حالة سلبية، أراها حالة إيجابية 100%. بل لازم لا توصل إلى درجات شديدة، أما لو وصلت، إحنا بالنتيجة بشر ومو معصومين، بعض أوقات الأمور تطلع من حدها، تطلع من إطارها. نعم، نحن لا نرى أنه هذا الخروج من الإطار والقانون هذا شيء زين، بس لا نراه حالة سلبية. إحنا لازم نلاحظ أنه نعيش في الدنيا، إذا هل مقدارهم من الاختلاف ليصير، لازم نشك في نفسنا أنه ليكون إحنا في الآخر أصلا. هاي دنيا، والدنيا تقتضي أن تحصل هذه الدرجات من الاختلاف. أنا أعتقد 100% أن هذا الحجم الموجود من الاختلاف هذا شيء كلش زين. نعم، إنسان يحاول أنه يبقى هذا الحد ولا يتكرر كثيرا، إذا هم تكرر مرتين، 4 مرات، 5 مرات، أيضا لو وصلت القضية إلى شوية أكثر من هذا هم ما في مانع. بشكل عام إحنا لازم لا نجزع من أي عملية استثنائية في اختلاف أخوين. الآن في البيت الواحد أتحدى تجيبون فد بيت أن أخوان لا يختلفان مع بعض اختلاف شديد، الأخ والأخوت، حتى الابن ويا أبوه يختلفون. هذا الاختلاف سببه، المنبع ماله أساسا يرتبط بموضوع الفكر، ومن آياتي اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وجود هالمقدار من الاختلاف هذا لازم إحنا نتحمله. لنقول أنه هو إسلام، الدنيا اختربت، تدمرت، بس مسألة التنازع إذا ما وصلت إلى مرحلة التنازع، يعني الفرد كل طاقاته يسخرها من أجل يعني جبهات لا تصير، أن أنا أنتزع الفرصة والقوة والإمكانات اللي موجودة من الطرف الآخر وذاك يحاول أن ينتزع، ولا تنازعوا. والقرآن الكريم عندما يقول وجادلهم، لاحظوا هي كلمة جادل، احنا عندنا 3 عناوين، عندنا يعني المفردات، مفردة بحث، المباحثة، مفردة الجدل. مسألة الجدل تفوق مسألة المباحثة، اذا كان مجرد تداول علمي يسموه بحث علمي يسموه. الجدل فد علم، هو فد الى قواعد، المجادلة بيها معناه بيها مفهوم شدة، يقول لا تجادل. تارة الفرد يناقش في قضية، الله يأمر يقول جادلهم مو تناقشهم. الجدل يعني شوية الحدة في المناقشة، إذا بلغت المناقشة بعض درجات الحدة هذا يسمى جدل، وإلا في الإصطلاح الجدل لا يعني نفس مفهوم المناقشة البحتة. فوجود حدة في المناقشة هذا ما في إشكال. إحنا هم لازم شوية نخفف من مشاعرنا، لازم لنجزع، نعرف أن هذه هي الحياة. طبيعي إذا حدث بين موسى وأخيه هارون وهما نبيان ما حدث، فما حدث بين ما يحدث بيننا هذا هواي أهون مما حدث بين موسى وهارون. أأكد على كلمة واحدة أيضا، هسه هم أكو بحث أيضا يمكن سؤال آخر، أأكد على قضية، تارة
المسألة تدخل في موضوع، يعني المجال النقاشي موضوع شخصي، تارة الموضوع لا، موضوع واقعا يرتبط بالعقيدة، وجهات النظر، الزاوية اللي أنا أشوف الأمور تختلف عن الزاوية الأخرى، فممكن أنا أقول أنه أنت بالنتيجة ما تقدر تضبط القضية، فنتيجة الحكي يصير أنه ما تفتهم. هذا أيضا ما في إشكال. الآن في الغرب إنسان يلاحظ، أنا ما أريد حقيقة أعول على الغرب، لأنه الغربيين يعني أرادوا أن يستفيدون من عقولهم لمعرفة قواعد الحياة. إحنا ما نقدر نفهم قواعد الحياة، قواعد الحياة قضية شوية معقدة. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي يعرف، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله لازم يعطينا القواعد. على كل الغربيين لذا ما وصلوا حقيقة، ظلوا وأظلوا. بالنتيجة الإنسان العقل ما يقدر يحيط بكل المصالح والمفاسد، فيخلون قوانين مو بالضرورة هذه القوانين تؤدي. ولكن الآن الإنسان يشوف هذه الحالة موجودة في بلاد الغرب، ما أريد أأكد بس أريد أقول بالنتيجة الآن الدول اللي يعتبروها دول متحضرة، هذه الحالة اللي موجودة فيما بيننا أسوأ منها موجود في الغرب بأضعاف، وأصلا يعتبرون أن هذه الحالة هي أهم مظاهر الديمقراطية. لما تحجون دائما هاي فت عبارة عندهم، هذول قادة الغرب يقول إنها الديمقراطية، لما تقول له شنو هالعفسة، شنو هالخربطة، شنو هالهمجية، شنو هالهمجية، يقول لك إنها الديمقراطية، إنها الديمقراطية، إن هذه هاي الحالة إفرازات الديمقراطية تؤدي إلى هذه الحالة. وحقيقة إذا واحد شايف نظام إدارة الغرب يجد أنه الخربطة، ودخلت واحد ببطن ثاني وجر المصارين للآخر، هذا بشكل أشد موجود في كل بلاد الغرب. حالة جبهات أكو، كل واحد أمام الآخر كل همه أن يستخلص منه هفوة حتى يطيح حظه. حقيقة الغرب جبهات أكو مراقبة، فقط غرضهم أنه يحصلون فتزلة من الفرد من الطرف الآخر حتى يشهرون به، وبعدين يعتبرون أن هذه أهم مظاهر الديمقراطية. قلت لست بصدد أنه أريد أستشهد بما يفعله الغرب، بس أريد أقول هذه بالنتيجة جملة من العقلاء اللي في نظري أنهم ليسوا بعقلاء كمل. هذه طريقتهم، يعتبرون الآن من أفضل، يعتبرون الآن المفترض أن يكونون هم الدول الحضارية مفترض هالشكل في العالم.